جازت علينا سيدادير كل مواطن يعني من جانب الايكونومي من الاقتصاد يعني والهد الزياده اللي راهم يهضروا فيها وكل شيء جازت يعني خلاو ينسي ما باكو لو سيتوايان سور كال بي كي دونس ما على بالوش يعني كيفاش نقولوا يتحاور مع نفسه يعني كاب كام مسكينه عامله منا هكذايا ورانا وصلنا لها ان شاء الله ما نتمنوا من الحكومه هذوما ما يتسرعوش في الاسعار هذوما باسكو المواطن راهو مسكين واش نقول لك راهو في احتياجات تاع الصح دي زيفالمون بيان في دي موفاز ايفانمون بصح الانسان كما يقولوا في الدنيا تاعو شغل ماذا به شغل قد ما يعيش يزيد يديفلوبي حياته في لو بيان كاسيون زعما سوسيال ولا كاسيون كما نقولوا حنايا حنا نتمناو ما نكذبش عليك نتمناو العام الجديد هذا يكون فيه تغيير بصح ماشي تغيير على الورق تغيير على التغيير سيرتو كما يقولوا غلاء المعيشه باسكو نقصروا على الصح احنا بالك احنا نجوزوا هذا لو ريفيون كيما راهم يقولوا له مي ابري لو ريفيون نعيشوا حياتنا صافي دو لو ريفيون بور لالجيريا باش ينسى حياته امبوسيبل وان شاء الله نتمنى الخير للبلاد للبلاد والفريق الفريق الوطني نتاعنا ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله فلسطين ان شاء الله تتحرر هذه وربي يوفقكم ان شاء الله بور لاني 2017 يدخل عليكم بالسعاده ماذا بينا كما يقولوا حنايا السلطات تاعنا يتكفلوا بالناس اللي فقراء باسكو انا نشوف انا دابري واش راني نشوف الناس كاع راهم يقولوا الحمد لله دوك الحمد لله هذه حنايا نتفائلوا حنا دي زالجيريا عندنا حاجه سيك نتفائلوا مي كيما يقولوا اللي راه صح عايش لازم لا سوسيتي تاعنا تتكفل بهم وعام سعيد على كل حال دي ميساج كوم تي لي زاني ما تبدل حتى حاجه كيما 2015 ديما كيما 2014 باك مع سياسه التقشف هذه اللي داروها لنا والله غير شويه ما لقيناش راسنا على كل حال ان شاء الله الحكومه تراجع هذا تراجع اليتي دو بيان لو دوسي هذه نتاع زوغمونطاسيون العفسه الاولى لاني حابه في 2017 ان شاء الله نكمل ميزيتيد ان شاء الله نقرا نكمل عندي شهاده ليسون ان شاء الله نكملها ان شاء الله نلقى خدمه على كل حال هذا واش راني متمني ان شاء الله نفرح والدي هذا ما كان ان شاء الله وان شاء الله كما نقولوا شويه ان شاء الله يعطونا لي زوكازيون للشباب الخدمه باسكو انا نشوفوا لي جون دوكا ما كاين والو خدمه ما نكذبش عليك راهم قايت راهم هما اللي عندهم شهادات ما كاين والو والله ما كاين بون ان شاء الله يعطونا كما نقولوا هذه لي زوكازيون باش واحد ما يريحش هكذا ما يبروفيتي صغر ديالو في الخدمه وفرحوا ان شاء الله والدينا هذا ما كان ان شاء الله وفي طاعه ربي ان شاء الله ميساج جزائري مليح بويسك جبت فيه الباك و 2017 ان شاء الله نكمل قرايتي في لافاك جاز علينا مليح كما نقولوا احنا سلكنا راسنا ماغري رغم الظروف الصعبه في الجزائر كونيكسيون ما كاش الضربه تاع الباك هذيك سلكنا راسنا بالفي بي ان يعني. كانوا شويه حفاريك داك شوف الجزائر سيرتو هنا في الجزائر سونش والمحقورين شويه لابريسيون علينا ما جا 2017 بون حنكمل قرايتي في لافاك راني داير سبيسياليتي تيكنو ان شاء الله ما خير ان شاء الله نزيدو نتقدمو ماشي غير من 2016 من بكري وهي الله طراز ما تبدل والو كل عام نتمنى مي شغل العفسه ما تحقق لك كي معايا ولي يتمنى من عند ربي كاين 365 نهار صح ولا ماشي صح كاين 48 اسبوع و12 شهر ما كاش غير نتمنى من 2017 نتمنى ما كاش قال لك لي يتمنى خير من اللي يقطع لي ياس 2017 جات عليا نهار ما عام ماشي شباب كاع خطيتو ملي زدت 96 وانا نستنى ما كاش سيتياسيون لي جان في الجزائر يعطونا شويه حريه لي جان خطيتو ما كاش عندنا 200 حنا حي بصح 200 ما كاش راه 2017 تدخل علينا بالخير ان شاء الله وربي معانا خطيتو